سقف للمفاوضات. البحرية الإسرائيلية تستعد لاعتراض أسطول الحرية. وفي عناوين النهار أخيرا، الانتعاش العالمي يتسارع لكن ديون أوروبا تهدده. من صحيفة النهار مشاهدينا إلى صحيفة البناء، وفي عناوينها: نصر الله يعلن معادلة البحر والمقاومة تعد ضفادعها لبنان في مجلس الأمن، والحريري يستعجل الحلول قبل الكارثة، بري يثني على كلام سليمان، وكرامي يدعو جعجع لسحب ممثليه من الحكومة. الأسد يبحث وفدا أوروبيا أوضاع المنطقة، شراكة السورية الأوروبية خلال أسابيع. وفي البناء أيضا: عباس، الانتفاضة خطأ، أوباما يكافئ نتنياهو ويدعوه لزيارة واشنطن. إيران أربكت الغرب ووقف التخصيب صار مستحيلا، أحمد نجاد، الموقف الروسي غير مقبول. تصعيد كلامي بين الكوريتين، كلينتون تصب الزيت على نار الأزمة. وفي عناوين البناء أخيرا: الكونغرس الأمريكي خلاف حول اسم رئيس للمخابرات. بالانتقال مشاهدينا إلى صحيفة المستقبل، وفيها: الحريري يقود حوار الثقافات في الأمم المتحدة، ترأس جلسة لمجلس الأمن وأطلق مبادرة دبلوماسية وقائية لتعزيز السلام الدولي، وأكد التزام المناصفة وفق الطائف. أوباما يدعو نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل. تحول 4، إسرائيل تحت وابل من الصواريخ. البلدات العربية داخل أراضي عام 48 غير مجهزة للطوارئ. ختام هذه الجولة مشاهدينا مع صحيفة الحياة، وفيها: الحريري يترأس جلسة علنية لمجلس الأمن ويكرر مطالبته بإثبات على تهريب الأسلحة. الملك عبد الله يشعر بخيبة أمل لغياب التقدم في عملية السلام. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة على أهم وأبرز ما طلعتنا به الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت. شكرا لكم على المتابعة، وهذه عودة إليكم من جديد أفنان وسوسن. نعم، زينب خفاجة من بيروت، أشكرك جزيل الشكر. ومن الصحافة إلى الصور. طبعا كثير من المشاهدين يبعثوا لنا على البريد الإلكتروني لقناة العالم بصور، طبعا صوروا. في الصورة الأولى: وفد قطري يزور مرقد الإمام الخميني في الضاحية الجنوبية من طهران. إذن وفد قطري يزور مرقد الإمام الخميني في الضاحية الجنوبية من طهران. وأيضا والصورة أخرى لمعرض فني خاص بأعمال المضحين، حيث أقامته لجنة الشهداء والمضحين في العاصمة طهران. هذه الصورة وصلتنا من المشاهد عباس كاظمي. وأيضا صورة أخرى بعث لنا بها المشاهد أحمد قزي من لبنان، صورة عن احتفالات المقاومة بالذكرى 10 لانتصارها. طبعا كل هذه الصور بعثوا بها المشاهدين عبر بريدنا الإلكتروني لقناة العالم الخاص ببرنامج صباح جديد info@alalam.ir، ونحن بانتظار جميع الصور ومشاركاتكم ومساهماتكم على هذا البريد. مشاهدينا نتوقف من جديد مع فاصل إخباري، ومن ثم نواصل صباح جديد، فتابعونا.
برحب فيكم عن جديد مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وطبعا هيك نحن بنوصل لمحور مشوارنا لليوم، مشوارنا الصباحي. طبعا مش محور مشوارنا الصباحي اليوم مشاهدينا هو عن الشعر والشعراء في فلسطين المحتلة، حيث يمثل الشعر الفلسطيني حالة الإنسان الذي يعاني قضيته على مر السنين طويلة، المتمسك بأرضه ووطنه وبناسه وأهله، لا تهمه التهديدات ولا الأعمال الإرهابية، لأنها ببساطة صارت مفردات يومية من حياته التي تعودها. لهذا الواقع المرير الذي يشهده المواطن الفلسطيني ظهر العديد من الشعراء الذين تميزت أشعارهم بجرأتها في فضح حالات الاحتلال والمعاناة من جراء ذلك، أمثال منير مزيد وخالد سعيد وشفيق حبيب وغيرهم، استطاعوا بأقلامهم أن يسطروا وحدة المصير المشترك الذي يواجهه كل الفلسطينيين. الشعر الفلسطيني صور قضية فلسطين، القضية العادلة بحق الإنسان ووجوده، وصور محاولات طمس الهوية وإلغاء الآخر التي يمارسها الصهاينة المحتلون. كما مثل الشعر بالنسبة للعديد من هؤلاء الشعراء انطلاقة حية لإبراز دور وأهمية الإنسان أينما كان من أجل مقاومة كل سبل الاحتلال وطرقها. دعونا نشاهد التقرير التالي. هي فلسطين وباب النضال من أجل كسر قيدها لم يقفل ولن يقفل، مرة بالرصاصة والحجر ومرة بالكلمة أدبا وشعرا. حبيبتي والحلم للشاعر الفلسطيني منير مزيد رسالة مقاومة بالكلمة تحكي معاناة الشعب الفلسطيني بلغة الشعر، جعل فيها من فلسطين الحبيبة ومن العودة إليها الحلم الذي لابد أن يتحقق. مضمون الكتاب حقيقة هو يتحدث عن معاناتي أنا كفلسطيني الآن، يتحدث عن حلم فلسطين، عن حلم الشعب الفلسطيني في عودته، عن حلمه في رفع الظلم عنه، بنفس الوقت عن الشتات الفلسطيني، عن الشتات الفلسطيني وعن العذاب اللي يتعرض له الشعب الفلسطيني والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بكل أشكال هذا الظلم. أبرز ما يميز كتاب حبيبتي والحلم أنه ترجم إلى الإنجليزية ليوصل معاناة الشعب الفلسطيني بين صامد محاصر بنار الاحتلال ولاجئ محاصر بالحنين إلى وجدان الشعوب الغربية. نحن نريد إبراز الهوية الثقافية ليس للمجتمع العربي الإسلامي، فالمجتمع الغربي، لأنه ما بيعرف حقيقة ماذا يحدث في الشرق الأوسط، ما بيعرف عن القضية الفلسطينية، فأصبح يعني دوري أنا مثقف يعيش في الغرب، إذا أنا لازم أن أحمل هذا اللواء وأن أعرف القارئ الغربي بحقيقة قضيتنا. كيف؟ وهو محاولة للتصدي لكل محاولات تهويد الثقافة العالمية وبخاصة العربية، وخاصة إذا علمنا بأن شعبنا الفلسطيني المقاوم قد قاوم بالكلمة أولا. هي مسؤولية كبرى تقع على عاتق الشاعر والأديب، فهو أكثر الناس استشعارا بمآسي أمته وخير معبر عنها. إن هذه النار المشتعلة في قلوب الأدباء المتحسسين لقضايا العالم، للقضايا الإنسانية، ستظل مشتعلة وستظل تطالب، وما مات حق خلفه مطالب. سنظل نشعل النار في قضية فلسطين إلى أن نستعيد الحق. منير مزيد واحد من هؤلاء الأدباء الفلسطينيين. مشاهدينا، ولأجل طبعا معرفة حال الشعر والشعراء الفلسطينيين المقاومين، معنا في حلقة اليوم في هذا المشوار الصباحي الأستاذ حمزة البشتاوي، شاعر فلسطيني من بيروت وعبر القمر الاصطناعي. أستاذ يسعد صباحك. طبعا في البداية نود أن نرسم من خلالكم للمشاهد الكريم صورة واضحة عن طبيعة شعر